وهنا الطعام انا فورناه التفويره الاولى كما راكم تشوفوا، هذا راه مفور التفويره الاولى. الله يبارك. ملكه تعيشي فتحي لي بواطه تاع الزبده، فتحي لي بواطه تاع الزبده. وهذا هذه لا دوزيام فوا فورنا التفويره الاولى كما وريت لكم، وهذا راهو بوغ لا دوزيام فوا. دركا نسمغوه ان شاء الله ندهنوا بالزبده. كيفاش نفد بيد وحده دركا سمحوا لي. راني بيد وحده ونصور. ملكه صحيت، هاليك هاليك انا مجددها فوالا. فوالا دوكا روحي ديري هذاك، هذه ملكه هذا ديري فوتي ديال السياره فوالا. دوكا نوريلكم الزبده، دوكا هذه البواطه تاع الزبده نديرها كاع فيها 250 غرام. الطعام هذا باش نفوروه لا دوزيام فوا، تسمى فورنا المره الاولى وهذه لا دوزيام فوا باش موراها ندهنوه فوالا. نشوفوا طعام شباب الله يبارك. اللحم راهو طاب ما شاء الله، ما حبيتش نغطيه بالعاني باش شويه يبرد نديرو في الالومنيوم فوالا. وطايب ما شاء الله وماشي طايح، يستدير مازال اللحم هو هو كيما عطاوه لي كيما قعد الله يبارك. فوالا فوالا نرجعو للزبده اللي هنايا. هذه البواطه ندير لها شويه باش تذوب لي شويه طعم سخون باش تذوب الزبده. هذه البواطه لصديقتي واسمها شمس الاصيل اللي قالت لي تبعثي لي الماكله في البواطه تاع الزبده، نبعث لك فيها دي شمس الاصيل تاع 250 غرام. فوالا ندهنوه مليح، يا با ميو كو الزبده بصح اللي ما عندوش يدير السمن نورمال، ولا اللي حبي لوغو تاع السمن